الطريقة الأخرى اللي هي add overlap method، أيضا طريقة جدا سهلة وبسيطة وتغنينا عن استخدام المعادلات. راح ناخذ الإكزامبل، بهذا المثال منطين الاكس اوف الان 1 2 3 1 نفس الاكزامبل اللي اخذناه، اتش اوف الان 1 2 1 ناقص 1. استخدم الاد اوفرلاد ميثود، منطيني رقم ان اتش يساوي 2 اسمه بلوك سايز، ديترماين ذا ريسبونس اوف ذا سيستم، ريسبونس اوف ذا سيستم يعني واي اوف الان. الان اتش ان سب اتش يساوي 2 يعني يقول لي قسم لي ال h of ال n الى مجموعتين، يعني المجموعة الاولى اللي هي باللون الاحمر 1 2 يعني الى 2 h، h1 و h2. h1 مثل ما راح نشوفها، طبعا هذا تفيد السيكونس اللي طويل مثلا ب 10 ارقام او 6 او 7 8 ارقام. فاخذ x of ال n نفسه اللي منطيني اياه و h1 المجموعة الاولى 1 2، واحسب y1 بطريقة اللوك اب تيبل ميثود، يعني طريقة التيبل. يعني الاد اوفرلاب ميثود من خلال طريقة التيبل ميثود بعدين اجمعهم. اوكي خلينا نشوف. ف اجي x of n هذا السيكونس h1 صار 1 و2، اجي اوزعهن طريقة اللوك اب تيبل باعتمادنا على الطريقة السابقة. x of n 1 2 3 1، نملي الجدول. h1 of n هي 1 2، نفس الطريقة 1 في 1 1، املي الارقام. هذا اجاني من 3 في 2 تقاطع هذا الصف مع هذا العمود وهكذا. اجي احسب y1 يعني طريقة التيبل، شون كنت احسب الاخراج؟ احسبه قسمها الى مجاميع، هذا الرقم الاول مجموعة، الرقمين اللي بعدها مجموعة، الرقمين اللي بعدها ايضا مجموعة، بحيث يصير اقطار diagonal هذا المنحنى. اجي الرقم الاول هو 1، الرقم الثاني اجاني من 2 زائد 2 4، والرقم الثالث اللي هو اجاني من 3 و4 7 و7 و2. بالنسبة للواي 2 هذا الواي 1 سويت جدول صغير، يعني شوف هاي الطريقة الاد اوفرلاب سويت جدولين. هسه ليش 2؟ لان هو محددني بالسؤال، اذا ما محدد ممكن انا اختار المجموعات، مثلا اشوف العناصر شقد، عناصر السيكونس 4 اقسم من 2 في 2، 6 3 في 3. اوكي x of ال n هذا السيكونس نفسه مالتي اكتبه، و h2 of ال n اخذ المتبقي من ال h اللي هو 1 ناقص 1. اوكي نفس الطريقة اجي احسب 1 1 1 ناقص 2 ناقص 1. اجي بعد ذلك هنا اجمعهن، بس بعد ما اسوي عملية شيفتنج اجي اكتب y1 اللي حسبته بالطريقة الاولى اخليه بهالشكل، بعد ذلك اجيب الواي 2 اللي حسبته لكن اشفته بمقدار 2 الى جهة اليمين، شيفت باي 2 0 تو ذا رايت، يعني اخلي اشفته الى جهة اليمين واضع 2 0 صفرين. هسه ليش صفرين؟ ليش 2؟ لان بالبداية قسمنا الى مجموعتين، لان الان اتش منطيني اياها 2، اذا ما منطيني اياها انا اقسم واشفت بمقدار التقسيم مالتي. بعد ذلك اسوي عملية ادينج، يعني اقول so y of ال n هو y1 هذا زائد shifted y2
2 of n زائد y2 المشفت ويساوي اول عنصر 1 زائد 0 1 4 زائد 0 4 7 زائد 1 8 7 زائد 1 8 2 زائد 1 3 وهنا 0 زائد ناقص 1 ناقص 1. إذن نشوف y of n 1 4 8 8 3 ناقص 1 بنفس نتيجة المثال السابق. يعني احنا جاي ناخذ المثال ونحله بأكثر من طريقة، فإذا حل خطأ ما راح يعطي نتيجة المثال أو الطريقة السابقة مثال السابق. إذن هذه الطريقة تتلخص أنه أقسم الH مالتي إلى 2H، فإذا كان هنا أربعة عناصر عنصرين بعنصرين مثل مثالنا هسه، أو ستة أو ثمانية أو عشرة، خمسة بخمسة يصير، وهكذا. نعم ممكن أنه نقسم الX of N والH تبقى ثابتة، ممكن تجرب وهذا homework أنه تحل بطريقة تقسيم الـ x of n والـ h of n ثابتة. الطريقة الأخيرة اللي هي الطريقة التحليلية. الطريقة التحليلية معناها نستخدم المعادلات اللي اشتقيناها سابقا 2 3 5 و 2 3 6. 2 3 5 y of n summation من k ناقص infinity الى infinity x of k h of n ناقص k. شنو الفرق بين المعادلتين؟ الفرق مرة هنا طبعا الحل مو تخطيطي، يعني مو رسم بياني، مو يعني تحليلي، انه نحل باستخدام المعادلات والاختصارات الرياضية. فهنا صاير شيفتينج للريسبونس بالمعادلة الأولى، بينما هنا صاير شيفتينج للأنبوت. خلنا نأخذ الإكزامبل determine the output y of n of linear time invariant system with impulse response. ننتبه هنا بالسؤال، ممكن نستخدم هذه الطريقة التحليلية إذا كان الريسبونس عبارة عن معادلة منطين إياها معادلة a os n u of n، و نلاحظ انه u of n هذا السيكونس u of n لكل قيم مطلق a اقل او يساوي 1 نشوفه هذا infinite sequence، يعني يبدي من الصفر، لان u of n طبيعة u of n هي تبدي من الصفر وتنتهي الى ما لا نهاية، يعني impulse response u of n وهكذا. فهذا ال h of n infinite response، وايضا الانبوت منطينيا infinite. اذا وين الجأ الى طريقة او الطريقة التحليلية، الجأ الى المعادلة 2 3 5 و 2 3 6. ما ممكن احلها بالجدول او من خلال ماتريكس، لان الماتريكس ماتي اذا اريد احلها يعني معناها ما محددة. الماتريكس عادة اذا كان الريسبونس ماتي محدد x of n مثلا عناصر محددة finite 1 مثلا 2 مثل ما اخذنا بالمثال السابق 3 1 بنسد القوس. اذا هذا نسميه finite. هنا جاي نشوفه انه الريسبونس infinite يعني غير محدد. اذا الجأ الى الطريقة التحليلية. solution طبعا المطلوب هنا y of n. بهذه الحالة h of n x of n مثل ما ذكرنا انه infinite duration sequence، لذلك راح ناخذ المعادلة 2 3 6. انت مخير بالحل 2 3 2 3 6 او 2 3 5. 2 3 6 y of n يعني x of ال x اللي هي راح نشفتها راح نعوض نزل المعادلة مالتنا y of n summation من k ناقص infinity إلى infinity h of k x of n ناقص k. نجي نعوض h of k مثل ما منطيني اياها بالسؤال، اعوض عنها
A أس N U of N. هذه A أس N U of N. بعد ذلك X of N نعوض عنها. X of N ناقص K. X of N هي U of N. زين. X of N ناقص K. أيضا نشفت ال N ال U بمقدار N. طبعا هنا المتغير راح يكون بدلالة K. يعني عندي X of N يساوي U of N. إذن X of N ناقص K هي U of N ناقص K. وهكذا. بما أنه عندي summation هنا. إذن وعندي هنا U of K U of N ناقص K. إذن لازم نوجد حدود السميشن من خلال هذا السيكونس U of K و U of N ناقص K. لازم إلى حد ورينج قصدي قيم محددة. أجي إذا استخدمت انطاني بالسؤال أنه سيكونس infinite sequence وظهرت لي بالسميشن U of K و U of N ناقص K، مباشرة أقدر أحدد حدود السميشن ماتي، يعني قيم الكي من كذا قيمة إلى كذا قيمة بدون ما أرسم. هسه هنا هذا الرسم للتوضيح أنه شلون أجت. أقدر مباشرة أنطيك الحدود مات السميشن، لكن هنا قلنا للتوضيح. إذن هذا مو بكل مرة تسويها هذا الرسم، هذا خنقول توضيحي. فأبدي أرسم U of K اللي هي infinite sequence، يبدي من الصفر ينتهي إلى ما لا نهاية. هاي النقاط معناها ما لا نهاية. U of ناقص K عملية flipping إلى جهة اليسار. U of N ناقص K، أنا عندي هنا N ناقص U of K هذه، وعندي N ناقص K. عندي U of ناقص K أشفتها إلى جهة اليمين بمقدار N، أحصل U of N ناقص K. عملية shifting ما أخذينا سابقا. إذن أصبحت عندي هذه الدالة. أريد حاصل ضرب U of K بال U of N ناقص K، راح يظهر لي سيكونس هذا، هذا السيكونس الأخير. إذن أضرب هذا السيكونس في هذا السيكونس. أجي هذا قيمة السيكونس هنا صفر، في هنا قيمته واحد، صفر في واحد، إذن هنا قيمته أصبح صفر. أجي هذا السيكونس U of K قيمته واحد، في U of N ناقص K أيضا قيمته واحد، إذن هنا خلال هذا الرينج، طبعا هنا شفتنا مقدار N، إذن هنا خلال هذا الرينج أشوف هنا واحدات وهنا واحدات، فحاصل الضرب المتقابل للقيم هنا راح يكون واحد. بعد ذلك هنا قيم واحد بينما هنا بهذا السيكونس صفر، إذن حاصل الضرب يساوي صفر. إذن اتضح أنه الرينج أوف الكي من كي تساوي صفر إلى N. إذن حدود السميشن ماتي تتغير من كي تساوي صفر إلى N for N أكبر من صفر. طبعا Y of K هناك المعادلة السابقة K من صفر إلى N، واللي بقى بالسميشن فقط A أس K. A أس K A أس K أعوض مرة K تساوي صفر، A أس صفر واحد، مرة K واحد، A أس واحد و A مرة اثنين، A أس اثنين، A أس ثلاثة إلى A أس N. هذا سيكونس ممكن إذا ظهر لي هذا السيكونس واحد زاد A والA تبدي أسها تزداد واحد اثنين ثلاثة A أس N، هذا ممكن كتابته وتعويض عنه أو حصره تعبير رياضي اللي هو واحد ناقص A أس N زاد واحد على واحد ناقص A. إذن من يظهر لي سميشن من K صفر، شرط أنه من صفر إلى N A أس K وفتح بهالشكل، إذن هذا ممكن حصرة بهذا الشكل. إذن Y of N راح يكون عبارة عن معادلة أيضا،
ومن أعوض عن n تساوي صفر هنا أقدر أحسب y of الصفر. الريسبونس عند n تساوي صفر، الريسبونس عند n تساوي واحد وهكذا. واضح أنه الريسبونس لقيم n أقل من صفر صفر، ماكو ريسبونس. والدليل أنه u of الـ k الـ u of الـ n ناقص k حاصل الضرب يساوي صفر. إذن y of الـ n تساوي صفر لأن حاصل الضرب the product sequence consists of all zeros. الإكزامبل الأخير، إكزامبل ثاني على الطريقة التحليلية. هنا منطيني h of n هو نصف أس n u of n، x of n منطيني 2 أس n u of n. رايد الريسبونس، الريسبونس يعني y of n. قلنا نستخدم معادلة 2 3 6 و 2 3 5. هنا 2 3 6 y of n ايضا h of k x of n ناقص k summation. نجي h of k هذه نغير المتغير من n الى k يصير نصف اس k في u of k، يعني هذه ويا هذه. بعد ذلك x of n ناقص k، x of n هذه اول ما نغير ال n بدل ما n شو نخلي مكانه n ناقص k، يعني 2 اس n ناقص k. u of ال n يصير u of ال n ناقص k. ظهر لي نفس هذا الحد اللي تطرقنا له سابقا انه u of ال k داخل السميشن، هذا راح يحدد لي حدود السميشن واللي هو قلنا من k تساوي صفر الى n. مباشرة ما نرسم الرسم السابق هذا، اذا ظهر لنا u of k u of n ناقص k. اذا ظهرت غير حدود u of ناقص k مثلا u of n ناقص k نرسم وبنفس الطريقه نستخرج او نستنتج الحدود. اذا اللي صفاء داخل السميشن تغيرت الحدود وهذا يلغي، قلنا تتغير الحدود من k صفر الى n. نصف أس كي 2 أس أن ناقص كي 2 أس أن نفتحها طلعها خارج قوس لأن ما معنية بالسميشن، السميشن فقط لقيم كي، يعني العداد ماتي هنا الكاونتر للكي، لذلك هاي طلعناها خارج قوس. 2 أس ناقص كي مع، يعني هذه هنا تصير نصف او 2 اس ناقص 1 الكل اس ك، 2 اس ناقص 1 يعني نصف، فنصف اس ك في نصف اس ك اصبحت 1 على 4 اس ك، عمليه رياضيات فقط. هنا ممكن نقارنها سميشن من ك، طبعا هذا نتركه هسه، سميشن من ك صفر الى ان a أس k. إذا لاحظ العلاقة السابقة اللي تطرقنا لها summation من k صفر إلى n a أس k هي واحد ناقص a أس n زائد واحد على واحد ناقص a. زين بهاي الحالة إذا لاحظ هنا ندقق هذا الشكل، هذا يشبه هذا الشكل العام، يعني الA هنا هي واحد على أربعة، ولذلك هسه 2 أس N نزلناها قلنا واحد، هذا الواحد ناقص A أس N زائد واحد، الA هنا قد ربع عوضنا عنه N زائد واحد على واحد ناقص A. زين على واحد ناقص A، فهذا هنا يتغير يصير واحد على أربعة، خطأ في الطباعة وهكذا. عملية تبسيط راح نحصل على الشكل الآتي.
بعد ذلك ما نخلص السيكونس عملية تبسيط رياضيات وأسس نفتح الأقواس. واحد ناقص واحد على أربعة يصير ثلاثة على أربعة، ثلاثة أرباع موجودة بالمقام تنقلب تصير أربعة على ثلاثة بهالشكل. وهذا واحد ينزل نفسه هنا. اثنين راح نقول اثنين على ثلاثة هاي طلعناها وبقت اثنين هنا. هاي الاثنين نضربها اثنين أس واحد، العفو هنا اثنين أس واحد، اثنين أس اثنين في اثنين، اثنين تبقى اثنين على ثلاثة تبقى نخليها اثنين أس واحد في اثنين أس ان صار اثنين أس ان زائد واحد. طبعا هذا اثنين على ثلاثة وهذا المقدار العفو هذا اثنين أس ان يدخل على هذا هنا القوس، نفتح هاي الأسس تصير واحد على أربعة أس ان، واحد على أربعة أس ان في ربع واحد على أربعة. ندخل اثنين أس ان عليها، اثنين على أربعة صارت نصف أس ان، نصف أس ان. نرجع نجمعها ويا الأربعة هنا، هاي هنا نصف أس اثنين نجمعها صارت نصف أس ان زائد واحد. عملية رياضية. بعد ذلك نلاحظ أنه هذا السيكونس ماتي يبدي لقيم ان أكبر من صفر، لذلك نضربه في يو اوف الان. يو اوف عملية الضرب هنا في يو اوف الان معناها السيكونس أو الريسبونس هذا خاص لان أكبر أو يساوي صفر. نحصل هذه العلاقة. حل نفس المثال السابق أو العفو حل هذا المثال هومورك اللي هو y of n h of n نصف أس n u of n عند ما يكون الإدخال x of n يساوي u of ناقص n. هنا بهذا الهومورك لازم نرسم من جديد، نرسم ونطلع حدود تكامل أو العفو حدود السميشن راح تطلع تختلف مو من صفر إلى n حسب الضرب مثل ما حلينا بنفس الطريقة السابقة. شكرا جزيلا، وأي استفسار حاضر. تحياتي للجميع.